أما هلأ هايدي بننتقل لمساحتنا التالية وخصصناها لعالم الفلك. بنعرف خلال شهر رمضان في كتير من الأمور الفلكية بيتم رصدها، خصوصا التماس الشهر وأحيانا آخر أيام شهر رمضان المبارك مشان نعرف قيمة العيد. كيف الناس فعليا بتلاقيها عم ترصد بمحبة كبيرة، هي طقوس كتير جميلة. خلينا نحكي عن الأمور الفلكية مع أخصائيين لنحكي عن الموضوع بشكل موسع أكثر، مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك. صباح الورد. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك هايدي، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم. يعني عم شوف طقوس ورمضان جدا جميله. صحيح، بس لاحظي انه هالسنه بالذات كان خفيف بسبب حتى الجو. صحيح. يعني الجو كان عامل مساعد جدا انه صحيح. الحمد لله ما اجانا شوب، كانت الجو حلو جدا لطيف جدا، وان شاء الله مستمر لاخر رمضان. يعني هذا الشيء كثير مريح. تمام. يعني دخل مع طقوس رمضان حتى. صحيح يا رب. بدايه دكتور خبرنا عن اهميه الفلكيه بشهر رمضان بشكل خاص، وخصوصا يمكن نحن اليوم بشهر نيسان بيصير في كتير ظواهر، خبرنا عن هذا الموضوع. صحيح جدا، حتى شهر نيسان هو يعني بيصير فيه الاسبوع الدولي للفلك، لكن صحيح. بدايه نحن ببدايه رمضان وبنهايه رمضان بيكون عندنا فرصه كبيره كثير انه نحتضن الناس. الناس بتكون بشوق لرصد ومتابعه هلال رمضان. صحيح. وهلال العيد، يعني كمان هلال العيد باخر يوم رمضان 29 رمضان له ميزاته، له طقوسه، شلون الناس بتجي بتحاول رصد الهلال معنا، بتكون متشوقه لتعرف يا ترى بدنا نصوم 29 ولا 30. صحيح. هلا بدايه رمضان كانت كتير سهلة السبق، وتوحدت كل الأمة العربية والإسلامية ب 99% منها على صيام يوم واحد. السبب أنه الهلال كان عم يولد بعد غروب الشمس، والهلال كجرم نفسه كان غارب، فما كان في هلال ليرصد بأي دولة بالعالم، وبالتالي توحدت الأمة العربية والإسلامية. لكن نهاية رمضان مو مثل بداية رمضان، رح يكون في صعوبة. بيولد الهلال الساعة 7:15 صباح يوم 29 رمضان، وبيغرب بعد 27 دقيقة، وبالتالي نور هايدي عنا يوم 29 رمضان تحدي كبير. هلا عنا تلسكوبات متطورة، وبالتالي في إمكانية انه نجربها تماما للرصد. طيب شو يحصل بولادة الهلال يوم مثل هي اللحظة يلي بيطلع فيها القمر من الخط الوسط او المستوى الوسط بين الارض، قمر شمس، بهاللحظة اللي بيطلع بيسقط أول إضاءة من الشمس عليه وبتنعكس للأرض، بأول شعاع من الشمس منعكس على القمر باتجاه الأرض يقال ولد الهلال، لكن لم يرى الهلال، في فرق بين الولادة والرؤية، الولادة هو أول شعاع رؤية، أما أول شعاع يسقط، أما الرؤية هي تراكم هذا الشعاع لدرجة نقدر نشوف فيها، يعني مثلا إذا كنا بغرفة كبيرة كتير، شعلنا شمعة ما منشوف. إذا شعلنا عدة شمعات لحتى نقدر نشوف الهلال بده أكثر من شمعة لحتى نقدر نشوفه، فالولادة غير الرؤية، لكن نحن بحاجة أن يولد ليرى. فهي الشرطين لازم يتحققوا بنهاية رمضان، بتحققوا الاثنين قبل غروب الشمس، وبالتالي في إمكانية كتير كبيرة أنه يتم رؤية الهلال يوم خلال الرصد 27. يعني خلال الجمعية رح يتم صحيح. بشكل جلسة كبير التماس. جلسة التماس ورصدها، وقلت بالبداية جميل، يعني مع التماس هلال رمضان يمكن هي أول سنة الأمة الإسلامية تجتمع كليات وبيصوموا إن شاء الله يا رب. عم نسعى ليكون. خلينا نحكي عن عملية الرصد، لما هي نقطة كثير مهمة، حتى بتلاقي الناس ببيوتها بتطلع على البرندة بتنبسط، يعني بهي الطقوس نحن الفلكية بنعيشها وبنكون مبسوطين فيها. كيف رح تكون خلال الجمعية الفلكية، كيف رح يتم عملية الرصد من خلالكم؟ نور ما تخيلي لحظات قديش حلوة. والله قد ما حكيت لكم لحظات رصد الهلال متعة، رغم انه بالنسبة لنا هي شغلة بسيطة، انه الهلال هو جرم قريب، القمر جرم قريب للأرض، فرصده وحركته سهلة لنا، لكن لما نشوف هالناس مبسوطة نحن بنعلن مباشرة بالمرصد الفلكي السوري وبعدة محافظات، بنحط التلسكوبات مثلا باللاذقية على الكورنيش، بطرطوس على كمان الكورنيش على البحر، يعني لأنه الأفق بيكون مفتوح، بحمص بمكان محدد، بحما بحلب، بالشام، بالمرصد الفلكي السوري، نعمل دعوة عامة. بيجوا الناس، بنكون نحن مجهزين التلسكوبات، واصلينه لشاشات كبيرة، محددين تماما وين القمر. لاحظوا هي الشغلة اللي حاطينها أنتم، الهلال مع نجمة. صحيح. الهلال مع نجمة هو تمثيل للهلال مع كوكب الزهرة، فالمؤشر للهلال هو كوكب الزهرة، فدائما يلي بيساعدنا برؤية الهلال الزهرة، وهذا العام نفس الشيء سواء بالبداية أو بالنهاية كان المؤشر كوكب الزهرة، مشان هيك بيحطوا هلال ونجمة. بس في مسؤولية لأنه بالأخير مرجعية. طبعا طبعا، يعني على أساسه يتم قرار العيد متى؟ 100% بيكون في المجلس العلمي الفقهي مجتمع. نحن معه بنكون، بنفس الوقت نحن عم نقول له الصورة مثل ما هي، شفناه شفناه، ما شفناه ما شفناه، وحتى عم نقول للناس كلها، والناس موجودة معنا بشكل عام. صحيح. فبيتم رصده ومتابعته، نعرف تماما أين يقع الهلال، ارتفاعه، مواصفاته، خصائصه، وعلى أساسه يتم الرصد. أحلى لحظة لما ينشاف.
بتلاقي الناس ضاجت وفرحت وانبسطت وكذا، يا لقطه يعني لحظتها بالذات سعاده كثير كبيره. وحتى لو شفناه بالتلسكوب، الناس بتبلش بقى بتشوفه بالتلسكوب بتطلع متعه. حلو لأن... يشاركوا الناس اليوم بهي الاجواء 100%. هو شعره، تخيلوا قديش حجمه، هو شعره شعره يعني هي اكبر منه، شعره صغيره كثير كثير كثير. نحن عم نترقب شعره بالسماء، فهي تحدي صحيح. جماليه، وهي من ميزات شهر رمضان المبارك وشوال انه نحن عم نترقب هي الشعره. طيب شو الفرق بين رصد اهله شهر رمضان او العيد؟ بنسمع كثير انه ممكن العيد ممكن يكون في صعوبه بالرصد، بيكون في دقه اكثر، شو صحه هذا الموضوع؟ 100%. هلا بشكل عام نحن كل الاشهر بنرصدها، ما في ميزه، لكن شهر رمضان مثل ما قالت نور بيكون في عنا حمل اضافي اللي هو موضوع الشرعي، جانب الشرعي. يعني الاشهر الباقيه بجوز ما تحمل معها جانب شرعي، بنكون مرتاحين صحيح. حتى ما في ناس كثير. اما شهر رمضان وشهر شوال يكون عندنا المئات، وبالتالي هذا بيحملنا ضغط، لانه نحن بنكون دقيقين واضحين فهمانين القصة لحتى نحن نشرحها للناس. إضافة لهالشيء بيرتبط معها عبادة، والعبادة مهم جدا انه ندخلها صح. وتخيلوا اذا نحن مثلا قدرنا صورناه بسوريا، هي الصورة تعم على الدول العربية الإسلامية، وبالتالي مو بس سوريا تدخل فيها، تدخل فيها الأمة العربية الإسلامية، وهو تحدي. وسبق بالمرصد الفلكي السوري أن صورنا هلال عيد صحيح. بعام 2019 على ما أذكر، وفطرت عليها كل الأمة العربية الإسلامية. صحيح صحيح، يعني كان من أحلى الأيام. وجميل أن نكون نحن مرجعية ننافس كل الدول، يعني بنعرف إحنا الظروف الصعبة والحصار، ومع ذلك عم نحاول نرصد بالتقنيات الموجودة عندنا من خلال الجمعية الفلكية السورية. خلينا نحكي عن أبرز المظاهر الفلكية خلال شهر رمضان المبارك. دائما بنحكي عن محطات فلكية مهمة للناس يمكن نسلط الضوء عليها، تتعرف عليها أو تكون متابعة معكم بالإضافة للجمعية. صحيح نور، شهر نيسان حامل معه كثير من المحطات الفلكية. أول محطة قريبة منا هي لأول مرة رؤية عطارد، كوكب عطارد اللي هو صعب ينشاف بالعادة لأنه هو دائما بوجه الشمس. فعندنا فرصة ب 11 نيسان أنه نشوف كوكب عطارد وكوكب الزهرة، دائما كوكب الزهرة معنا، عطارد والزهرة مع بعضهم البعض بحالة اقتران جميل جدا. بعد منها تماما حيكون عندنا زحل والقمر. وهذا الاقتران شو تأثيره اليوم؟ شو تأثيره؟ هذا ما له أي تأثير. هلا هيدي أنت أشرتي لمعلومة مهمة جدا. اليوم نحن بكره بيكون منتصف رمضان 15 رمضان، يعني قمر بدر. انا كثير بدي نوه من خلالكم انه للاسف الشديد بدات بعض الصفحات للاسف الشديد تستغل حاله الناس، ترقب الناس لموضوع المتابعه لموضوع الزلازل، وتربط القمر البدر والارتصاف بالزلازل. لا علاقه بالقمر، كل شهر عندنا قمر بدر صحيح. مو كل شهر عندنا زلزال صحيح. ما له علاقه، زلزال صار وخلص، ولم يحدث زلزال اخر، انتهى. القمر البدر ما في ارتباط بينه وبين اي حدث باي مكان بالكره الارضيه. الزلازل موضوع طبيعي يحدث بالعالم يوميا، سواء القمر بدر او غير بدر، منطقتنا صار فيها زلزال للاسف الشديد وانتهى، سكر هذا الملف، يعني ما في احتماليه لواحد ثاني. الهزات الارتداديه مستمره وهذا طبيعي، صار في قلقله للصفيحه، من الطبيعي انه تستمر الهزات الارتداديه. اما ارتصاف الكواكب، الزهره وعطارد القادمين، لانه كثير الان للاسف الشديد عم نسمع بشكل كثير كبير عم يربطوا هذا الحدث وعم يربطوا القمر بدر، لا ما لهم علاقه. الزهره كوكب صغير بعيد عنا، عطارد لسه اصغر ونحن عم نترقبه من السنه لسنه لهنشوفه هاليومين الثلاثه، وبالتالي هو اساسا مو واضح، يعني ما حيحمل معه تاثير وهو كوكب مو واضح. فتخيل نحن قاعدين عم نترقب نقطه صغيره تطلع باسبوعين ثلاثه خلال السنه كلها، هذا حيحمل تاثير على الارض مستحيل. فلا عطارد ولا الزهره ولا ارتصاف القادم بعد منه الجميل جدا اللي حيكون فيه كوكب زحل البرتقالي الجميل مع القمر، ايضا ما له اي تاثير. نحن عندنا احداث فلكيه جميله جدا هذا الشهر، منها اقتران عطارد والزهره، منها زحل والقمر، منها ظهور الكواكب كلها بسمائنا عدا الكواكب الغير مرئيه اللي حتبدا من عطارد الزهرة. يعني أنا بدعي الناس يلي هلا عم تتابعنا أنه تطلع بعد المغرب على نوافذ بيوتها باتجاه الغرب، بتلاقي هلا ما بيبقى معه طارد الزهرة فوق منا، هلا حاليا المشتري، بعدين القمر، بعدين المريخ، بمنظر جميل جدا بهالطريقة هي، منظر ولا أروع. وب 11 نيسان بينضاف اليهم كوكب عطارد، ففي عندنا رقصه فلكيه جميله جدا. بس باكد هي ظاهره فلكيه تحدث بشكل متكرر، دائما بنتابعها، دائما بنصورها. هي السنه سائبت انه حدثت وارتبطت بهلال رمضان وسترتبط بهلال عيد، لكن ان تحمل تاثير على بلادنا سواء زلزالي او غير شيء، هذا الكلام مرفوض تماما علميا وغير مثبت
ولا يمكن ان يؤثر تلك الاجرام على الارض لانه كثير بعيده، يعني يا دوب ضوء يعني نحن بنشوفه يعني يطلعوا يشوفوا الناس انه يا دوب ضوء وصلان لعنا، شو حيحمل مع اي تاثيرات؟ فلا نسمع لاي صفحات غير منطقيه، نرجع لاعلامنا الرسمي اكيد لو في اختصاص يعني تماما. احنا دائما يكونوا معنا مختصين لاهل اختصاص هم اللي بيحكوا الاساس. للاسف يعني والله البدر حلو كثير يعني احنا عم نترقب بدر رمضان لانه بدر رمضان هو الميزان لحتى نقول للعالم انه بدايتنا صحيحه ويكتمل القمر الساعه 8 مساء يوم 15 رمضان بصير 100% يعني بالضبط بالنص. فهذا احنا بالنسبه لنا الميزان، انتوا حساويتوا رمضان صح ولا غلط؟ شو بدنا نعرف؟ بنشوف البدر، فالبدر هو الميزان اللي بيقول لنا انتوا دخلتوا صح ولا دخلتوا غلط، فنحن بنترقب هذا البدر الجميل جدا، بنصوره، بنتامله، بنراقبه، بنتابعه، بنوثقه لنأكد للناس انه نحن كان دخولنا صح، هي الساعة الفلانية، لاحظوا القمر كيف اكتمل 100%، هوبا دخلنا رمضان صح، بندخل العيد صح، فإذا هي الحالة الطبيعية، هي الحالة الفلكية، هي الحالة الجميلة، لا نحملها شيء ما بتحمله، ما نربطها باحداث ثانيه لانه طالما الزلزال الان ما فينا نتنبأ بالزلازل، فهي لسعتها بالامور البعيده تكنولوجيا عنا، لا نربطها بامور فلكيه متابعه مرصوده ما لها تاثير على الارض. تمام، اليوم نسمع كثير بمصطلح القمر العملاق، شو بنقصد فيه وشو تاثيره؟ كثير حلو، القمر العملاق لما يكون القمر بدور حول الارض، وبالتالي بدورانه حول الارض في له نقاط اقرب ما يمكن للارض وابعد ما يمكن للارض، فلما يكون القمر باقرب نقطه من الارض يسمى القمر العملاق، فبيكون واضح، اكبر من حجمه الطبيعي ب 14%، المع، تفاصيله ظاهره، وبالتالي يدعى القمر العملاق. لما يجي القمر العملاق باشهر محدده يطلق عليه اسماء ترفيهيه مثل القمر السنافر او القمر الازرق، القمر العملاق الازرق، السنافر اللي بيطلعوا اذا بتتذكروا فيلم السنافر، قمر الفراوله، القمر الاحمر الدموي يمكن بيسموه، بيقولوا انه في له تاثير سلبي اليوم على الناس او القمر الدموي لما يكون في عندنا خسوف، لكن كلها ما لها اي تاثير، تاثيرها فقط على ضغط الدم، يلي ناس عندها ضغط دم منخفض او مرتفع. القمر بيمارس عملية مد وجزر على مياه البحار والمحيطات، ليش المياه؟ لأنه سائل، والسائل سهل ينجر، مو مثل الصلب، مو مثل اليابسة، وجسم الإنسان 70% منه سائل، فالمد والجزر الذي يمارس على مياه البحار والمحيطات تمارس على جسم الإنسان، فبنلاقي حالنا أحياناً لما يكون القمر بدر متضايقين، مزعوجين، بيكون عندنا مشكلة بضغط الدم. مشان هيك دائماً بيعطينا في أمور فلكية بتساعدنا على فهم طبيعة نفسنا، فبس مجرد إنه لما نحن نحس حالنا إنه والله بالقمر البدر كل شهر عم يتكرر حالة العصبية أو حالة الهدوء الزايد، فإذا أنا بحاجة لأفحص دمي أو أفحص نبضات القلب لأنه بيكون في شيء عندي صحي، الطبيب هو اللي بيوثقه. اما تاثيره على مثلا على حاله البيئه او تاثيره على حياتنا اطلاقا ما فيها على الابراج ولا حتى على الابراج ما في اي، نحن بالنسبه لنا نرفض هذا الكلام جمله وتفصيلا لانه القمر حتى كجرم بعيد عنا 400,000 كيلومتر يعني حوالي ثانيه وثلث، فما بيصل منه حتى اي تاثير، هو تاثيره الوحيد هو جرم بالنهايه تابع للارض، فهذا التابع للارض يا دوب ياثر علينا كحياه، اما كابراج او دخوله بالابراج، الابراج بعيده جدا، نجوم ما لها اي تاثير، في ميزه جدا بالقمر غير المد والجزر، نحن قمريين، يعني نحن الله سبحانه وتعالى خلقنا قمريين، خلايانا تتجدد على القمر، طبيعتنا مرتبطه بالقمر، حتى اشهرنا القمريه هي الاشهر الدقيقه، يعني ليش احنا مثلا بنصوم وبنفطر على شهر رمضان؟ ليش ما بنصوم وبنفطر على كانون الثاني؟ سؤال ينطرح، صح. الجواب بكل بساطه انه الاشهر الشمسيه حسابيه، يعني نحن نحسبها حسابيا، وبالتالي انا بقدر اقول لكم امتى عيد الام ل 100,000 سنه لقدام. اما الاشهر القمريه رصديه، هي حسابيه، تمام، اما هي رصديه مثل ما قلتي هايدي، دقيقه جدا، وتحتاج متابعه وتدقيق، ولا سمح الله غلطنا بشهر ما بيغلط الشهر اللي بعده، صار في مشكله عندنا بالدوران بانقلاب الشتوي بانقلاب الصيفي، ما بيتحمل الشهر اللي بعده، عشان هيك الاشهر القمريه هي اشهر دقيقه، اشهر ترتبط بهذا الجرم اللي اسمه القمر اللي هو اقرب علينا، اللي هو الدرع الواقي، اللي بيحمي البشريه، اللي بيحمي الانسان من ضربات النيازك، اللي بيأملنا صمام الامان للحياه، فعلا مش عارفين احنا قمريين، تخيلوا حتى نحن لما نعيش حياتنا خلايانا بتعيش على القمر 29 او 30 الشهر القمري، اما الشهر الشمسي 30 او 31، في يوم فرق كل شهر، 11 يوم بالسنه، هال 11 يوم كل واحد فينا له هالايام هي بحس حاله تعبان، مرهق، يا الله انا اليوم ما قدران فيه، تعبان، هذا التعب لانه خلايانا تجددت على القمري، لكن تشتغل على الشمسي، نحن بنشتغل بحياتنا على الشمسي، لكن خلايانا بتتجدد على القمري، فبصير عندنا يوم اضافي تتحمل فيه الطبيعه الانسانيه او الخلايا البشريه
هذا الارهاق. لاحظتوا تاثير القمر علينا قديش كثير كبير؟ صح. فعلا القمر خسر جماله لحتى يحمل حياه على الارض. طيب خلينا نحكي معك دكتور محمد عن نشاطات الجمعيه الفلكيه بالايام القادمه. دائما بنحكي عن محطات مهمه، عم تحاولوا دائما تكونوا موجودين وتشاركوا بجميع النشاطات مو فقط في سوريا يعني. صحيح. هلا اول شيء نحن عم نترقب خلال الساعات القادمه، وتوقع كمان يكون عندكم الاعلان، الاعلان النهائي عن اكتشاف كواكب ونجم وتسميتها. فنحن كان في عندنا مستمرين بعمليه تماما بحث. في عندنا كوكب ونجم سميناها دمشق الفيحاء وحلب الشهباء. يعني اطلقنا عليهم دمشق الفيحاء وحلب الشهباء. بهاليومين المفروض كان 1 نيسان لكن تم تاجيله ل 4 نيسان، راح يتم الاعلان الرسمي على اكتشاف كواكب جديده، الكواكب الجديده وتسميتها، التسميه اللي ستطلق عليها. هذا العام كان في خلينا نسميها مشاركه كبيره من دول العالم كثير، وبالتالي رح تنطرح لتصويت. نحن اعضاء بالاتحاد الدولي للفلك، لنا حق باسم وكوكب ونجم، لكن بسبب كثره الكواكب والنجوم صاروا كثار مو مثل قبل، فكل مجموعه دول عم يتقاسموا هذا الشيء. هالسنه رح يكون لنا اسماء عم نحاول يكون في تصويت. السنه الماضيه بنعرف كان في عندنا تدمر، نجم ابلا، كوكب اوغاريت. نتمنى ان نحقق بدمشق الفيحاء وحلب الشهباء الاسماء الجديده. يعني نحن دخلنا بصراحه باللحظات الاخيره، يعني كنا مترددين على الدخول لانه كان في كثير عدد كبير، ونحن ما بنختار غير الاسماء اللي لها انعكاسات على بلدنا تاريخيه وحضاريه تماماً. يعني ما بنحب نطرح اسماء مثل بعض معظم دول العالم اسماء مودرن عصريه تماماً. لا نحن حابين نحافظ على تراثنا ونعطي مبرر لاسمائنا. يعني نحن كل اسم نعطيه مبرر، ما بنطرحه مجرد انه طرحناه، لا بنحطه مثلا لاسم عالم اكتشفه، ما حطينا باسم حدا من اللي اكتشفه، ما حطينا باسم حدا من علماء سوريا، لا حبينا يكون توثيق لتراث سوريا، لتاريخ سوريا، لننقل هذا التاريخ من الارض الى السماء، لنقول انه تاريخنا مستمر. اليوم احنا دخلنا بدمشق الفيحاء وحلب الشهباء، اتوقع بنسبه كثير كبيره انه ان شاء الله نحصل عليهم. المفروض الاعلان كان 1 نيسان، تاجل بسبب اعطال العيد، عطل الاعياد صحيح فصح مجيد، فتأجل بضع أيام. عم نترقب بقى بأي لحظة إعلان النتائج، ونتمنى أن يكون مثل العادة نحن كدولة عربية من الدول العربية القلائل اللي شاركت، يمكن نحن الدولة العربية الوحيدة اللي امتلكت أكبر عدد من الأسماء. نتمنى أن يستمر رصيدنا بالأسماء هذا العام، ونحصل على دمشق الفيحاء وحلب الشهباء. النشاطات الاخرى نحن يوميا عم نعمل برنامج رمضاني، عم ننقل صوره القمر من المرصد الفلكي السوري، عم نصوره وننقله على الانترنت لكل الناس لتراقب القمر يوم بيوم. من بدايه رمضان لنهايه رمضان كل يوم بنقول عنا بالتلسكوب الكبير اللي هو ثاني اكبر تلسكوب بالوطن العربي، عم ننقل صوره القمر للناس وهي ببيوتها خلال نص ساعه بس. شوفوا هذا القمر اليوم هيك كبير، هي اليوم صار بين معنا الفوهه الفلانيه، تفاصيل القمر اليوم هيك، اليوم القمر بدر، شوف شلون تفاصيله، اليوم القمر عم يتناقص. هي من احد الامور اللي عملناها برمضان هذا العام، كان استثنائي انه نعمل برنامج برمضان انه ننقل صوره القمر يوميا عبر الانترنت، استفدنا من التقنيات الحديثه. اضافه لهالشيء ان شاء الله قريبا كمان رح نرجع ننشط موضوع الفلك الصغير، طبعا بعد عطله عيد الفطر نرجع نستقبل المدارس والطلاب، ويكون له نشاط مميز هذا العام. وفعلا نحن حابين اكثر نطور هذا الملف لانه اطفالنا هن املنا بالنهايه. يعني نحن اسسنا هذا الطريق، لكن هذا الطريق بحاجه للاطفال ليحملوا رايه للمستقبل. ففي عندنا كثير احداث فلكيه، ظواهر فلكيه، مشاركتنا بالاسبوع الدولي للفلك، تنظيم نشاطات، المحاضرات، في عندنا كثير شيء حلو، وحابين يعني نضل لنا تاثير سوريا بعلوم الفضاء والفلك. هذا شيء كثير ضروري، ونتمنى ان يكون هلال شهر شوال يكون من المرصد الفلكي السوري. يعني احلاها بلوحه الامه العربيه الاسلاميه، فرحة ما بعد فرحة. دكتور بدي أسألك، يعني شو بالنسبة للخسوف والكسوف، هل رح نشهد هاي الظواهر بالأيام القادمة؟ كثير حلو سؤالك، لأنه فعلا نحن بنهاية شهر رمضان عندنا كسوف، لكن لا يظهر في سوريا للأسف. لأن نحن هالسنة ما لنا محظوظين لا بكسوف ولا بخسوف. يعني لا مكسوفين ولا مكسوفين عندنا. بكفري صار فينا خلص. فما عندنا ولا ظاهرة من الكسوف والخسوف، لكن نحن رح يساعدنا الكسوف اللي حيكون باخر رمضان بضبط عفوا بضبط ساعه ولاده الهلال. يعني هلال شوال سيرتبط بحاله كسوف لن تظهر ببلادنا، رح تظهر بالمحيط واستراليا، وقبل ما توصل لبلادنا تنتهي. بيكون عندنا نحن صار الليل. فكسوف وخسوف للاسف ما لنا محظوظين هالسنه، لكن محظوظين باثنين قمر عملاق عدد اثنين، عندنا هالاثنين شهابيين مميزين، عندنا الاقترانات هالسنه كانت مميزه جدا. من اجمل ما حيميز لنا ليالي صيفنا هذا العام هو رصد كوكب المشتري، كوكب المشتري وزحل من اروع ما يتم رصدهم، ولما يكونوا بالصيف بسمائنا
هذا بيكون شيء كثير جيد. ايضا من الامور اللي نحن عم نترقبها امبارح تحديدا تم الاعلان عن عودة الإنسان للقمر واختاروا أربعة رائدة فضاء، كنا عم نحكي على دور المرأة، رائدة فضاء ورائد فضاء من البشرة السوداء، وكانت للأسف الشديد ناسا ترفض أن يكون هناك رواد فضاء من البشرة السوداء، هلأ تراجعت عن غلطة وأصبح هناك رائد فضاء من البشرة السوداء ورائد فضاء كندي ورئيس أو قائد المهمة، أربع رواد فضاء الآن يخضعون للتدريب للانطلاق باتجاه القمر، أي أن الإنسان بعام 2024 سيعود إلى القمر. هدول هم الناس اللي رح يرجعوا على القمر بعد غياب أكثر من 50 سنة، رح يرجعوا على سطح القمر، رح يرجعوا يدوروا حول القمر بالبداية، بعدين اثنين منهم بالمستقبل رح يهبطوا بعام 2025، رح يهبطوا على سطح القمر. هذا الشيء كمان نحن عم نترقبه، لأنه كمان نحن بعتنا بعض الأماكن في على سطح القمر هي من تصويرنا، بعض في تجارب عم يفتحوا البواب لأي تجربة تخطر ببال أي جهة علمية، عم نبعث هذا الشيء، عم نحاول نتواصل، عم نحاول كمان يكون لنا دور بهذا الشيء. أيضا هذا من النشاطات الأكاديمية أو العلمية الأكثر خلينا نسميه اختصاصية، فهذا الشيء عم نحاول نحن نسعى له. يعني اليوم فعلا نحن سعيدين انه عودة الانسان للقمر، في مشروع امريكي، في مشروع روسي، في مشروع صيني، في سباق الى سطح القمر. لما كنا نقول انه بيجي يوم نقضي شهر العسل على القمر، الان يقترب هذا اليوم بالفعل. عم يفكروا بعد بعثة ارتميس 3 اللي هي بعام 2025 يتم استثمار القمر بحيث انه يكون سياحة، بس طبعا حتكون بالنسبة لنا غالية كتير الى ناسا، لكن بالنهاية فرصة انه فتحوا الباب. لما يفتحوا الباب للقمر ترخص موضوع محطة الفضاء الدولية، ممكن احنا نطلع على محطة الفضاء الدولية. اكيد بدنا نشكرك على وجودك الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية على وجودك معنا، بنتمنى لكم التوفيق بجميع نشاطاتكم القادمة. شكرا كثير لك نور هايدي، يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير. شكرا كثير لك دكتور وللطاقة الحلوة اللي اعطيتنا اياها اليوم بالاستديو، نورت صباحنا. يسعد صباحك.